الو. الو، ايوه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، بحاول والله. دايما يا رب. ربنا يخليك. حضرتك، كان عندي مشكله بخصوص بنتي. اتفضلي. طيب حضرتك كام سنه الاول؟ انا 35. طيب بنتك قد ايه؟ 17 سنه. اتفضلي، تحت امرك. هي من كام يوم كده حضرتك يعني شدينا عليها شويه انا وباباها، وباباها يعني ضربها وكده، فهي سابت البيت ومشيت من غير ما احنا نعرف هي فين. وباتت بره يعني عند ناس كده. وتاني يوم لما جت، فانا قعدت اتكلم معاها، طب انت مثلا في ايه؟ ايه اللي تعبك مننا كده؟ فالمهم اتضح لي انها بتغير على باباها مني، يعني عليا انا من باباها. بتغير يعني عليكي؟ من باباها. من باباها. لو هو مثلا هزر معايا، كلمني، لمسني، فهي بتقولي انا مش بحب كده خالص، مش بحب حد يلمسك، مش بحب حد يجي جنبك. لدرجه يا ماما لما انت مثلا بتخشي مع بابا وكده، انا ببقى دماغي معاكي. انا مش عايزه كده. اصلا باباها يعني بيقعد فتره في شغله، بيجي لنا مثلا كل 15 يوم يومين، يعني مش قاعد معانا على طول. فانا وقتي على طول معاها، يعني معاهم، مش بسيبهم. فانا مش عارفه يعني حضرتك. طب هي مشيت من البيت، راحت باتت فين؟ اقول لك يعني، بص، هي متعرفه على واحد كده، وانا عارفه وباباها عارف، يعني متكلم عليها، بس هو مستني يتوظف وهيجي يبقى الموضوع رسمي. وهو شاب محترم جدا جدا وكويس. فالمهم هي راحت عندهم في البيت، فهم خافوا ان هم يسيبوها تمشي تروح في اي حته. فهو خدها ودها عند اخوها وعند مراته، واخد اخوه مشي بيه وسابوها مع مرات اخوه لوحدهم في البيت يعني. بس هو مشي من البيت، ما قعدش يعني معاهم. وبلغكوا بالليل ان البنت عندي وانا وديتها عند اخويا، ولا تاني يوم الصبح بلغكوا بالقصه دي؟ تاني يوم لما جابها لي قال لي ان هي اتصلت بيه من عند واحده زميلتها، ان هو يعني هي ما كانتش عنده. فانا اللي خلاني اعرف ان انا زميلتها دي قعدت مثلا اعيش فيها وكده. فقالت لا، ده بنتك هي كانت عند احمد، مش كانت، فاهمني كده يعني. طيب عملت لها ايه لما عرفتي انها راحت للولد ده، وده تصرف لا يليق ببنت يعني؟ يعني مسكتها بعد الكاب صراحه وضربتها، وكنت كل شويه اخش عليها اقعد انف فيها وكده واضربها تاني وكده. فالمهم هي بقى راحت قالت يا ماما انا عمري، معلش انا مش عارفه، لحد ما جيت نمت على سريري وانا ما كنتش متوقعه اللي انا عملته ده. انا حاسه ان انا ما كنتش انا، يعني ما تزعليش مني وحقك عليا، وتعيط جامد قوي قوي، وكانت بترتعش وتقول طب احضني. باباها إيه؟ عمل ايه طيب؟ لا هقول لك حاجه، باباها لما هو من كتر ما هو بيسافر ومش قاعد معانا، فتحس ان هو ايه يعني، الحنيه مش قوي يعني، كله انا اللي ماسكه يعني البيت وكده يعني حضرتك. طيب فاهمني؟ حضرتك بتقولي ان باباها مسافر دايما وانت اللي قريبه منها قوي، فهي بتغير عليكي ومش مستحمله باباها يلمسك. طيب هي مش عارفه انها هتتخطب وتتجوز وهيبقى في راجل وهيلمسها، ولا مش فاهمه النقطه دي؟ انا قلت لها كده انه يا ماما دي سنه الحياه. فقالت لي عارفه يا ماما، بس انا برضو مش مستحمله ان حد يكلمك. فمش عارفه ده حب زياده ولا غيره، ولا يعني انا مش عارفه اصنفها ازاي. بصي هقول لك حاجه، البنت ربما تكون وهي في سن المراهقه ده، لان في شباب كتير جدا ما بيعرفوش الموضوع ده، ما بيعرفوش التفاصيل بتاعت القصه دي. أيوة. غير لما بيكبروا. عشان احنا تعلمنا ما بيعلمش الاولاد يعني، حتى حصه الاحياء او البيولوجي اللي بياخدها في المدرسه ما فيهاش الموضوع، وبتبقى عن استحياء، وفي مدرسين ما بيفوتوا الدرس ده ما بيحكوهوش، وحاجات كده علشان الاحراج. فالعيال ما بتعرفش، وربما بنتك تكون مش عارفه لحد ما وصلت 13 14 سنه. هو صح كده. وفوجئت ان الموضوع بيحصل فيه كده، فماما اللي كانت شايلاها حطاها قدامها، دي حاجه كويسه جدا. كل ما بيجي في خيالها انها بتعمل كده بتبتدي تتضايق، الى جانب انها ممكن يكون في يوم من الايام وحضرتك مش عارفه وجوز حضرتك مش عارف، صحيت وسمعت العلاقه الحميميه اللي ما بينك وبين زوجك، وده اثر عليها. نصيحتي لحضرتك، وده مش عيب ومش غلط، انت محتاجة تقعدي تتكلمي مع بنتك،
تكلميها في كلام ربنا سبحانه وتعالى ان دي مش شرع، مش دي مش سنة الحياة، لا ده شرع ربنا، ده ربنا اللي طلب مننا كده، وربنا اللي قال انا بديكوا حسنات على كده. لما الراجل بيكرم زوجته وبيعمل معها العلاقة دي، وربنا اللي قال ان العلاقة الطيبة بين الزوج والزوجة دي بتثمر اطفال، ولولا العلاقة دي ما كنتيش حضرتك جيتي. لازم تفهميها ده، وان الراجل اللي بيحب زوجته وبيقيم معاها هذه العلاقة يبقى انسان محترم وبيحب بيته وبيوده. الى جانب لو لقيت الامور مش جايبة قوي معاها، اعتقد تعرضيها على طبيب نفسي، محتاج يقعد يتكلم معاها شوية، ومش عيب انك توديها لطبيب نفسي. ماشي ربنا يخليك يا رب. شكرا لك. انا بشكرك جدا على مداخلتك، وعلى فكرة القصة دي مش اول مرة ولا اخر مرة، ولازم نقول للناس خلوا بالكم، يعني لما بالذات ولادكم يبتدوا يكبروا، ناس كتيرة جدا بتبقى متخيلة ان لا يا عم لا لسه مش واخد باله، لا واخد باله، واخده بالها، فاهم. فيعني حاولوا ما تجرحوش مشاعر اطفال او شباب في مرحلة المراهقة، وهدوس بقى دي تحتها خطين ثلاثة، في مجتمع شرقي شايفين وعارفين ان بابا وماما لما بيعملوا كده دي حاجة عيب، لان احنا اللي ضربناهم على ايديهم قلنا له ما تجيبش ايدك في الحتة دي يا حبيبي عشان عيب، فحط في دماغه ان علاقة بابا وماما بيعملوا العيب، فبما اننا ما علمناهمش يبقى نراعيهم.